سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. في العثيم مول في الدمام في مطعم فتح فرع الرابع له، تدخلون عن طريق بوابة رقم 3. المدخل للمطعم سهل جدا، المطعم متخصص في الأكلات الشعبية جميع أنواعها. هنا بعد في مدخل ثاني من بوابة 3، في جلسات هذه الشعبية كلها تبع المطعم اللي راح نشوفه الآن. عندنا اليوم تشكيلة من الأكلات الشعبية اللي تحبونها، عندنا برياني دجاج والمكبوس دجاج والكشري والشوربة الجريش المرقوق، سلطة فتوش، عندنا البليلة، عندنا سلطة الجرجير مع الرمان والورق عنب وعصير الطازج عوار قلب ليمون نعناع عصير برتقال. المطعم أكيد إنكم عرفتوه، نقلط الفريج. هذه الأصناف غدا عشاء، يفتحون من 7 الصباح، عندهم أصناف الفطور المعروفة واللي يوفرونها لكم بالإضافة إلى القهوة وأنواع الحلا. نجي للبرياني، طبعا ترى عندهم افتتاح يوم الخميس وحط تفاصيله بعد شوي. البرياني لازم تحطين عليه شوي زبادي، ممتاز ما شاء الله طعم البرياني عندهم، متوفر من بعد صلاة الظهر إلى الساعة 10 في الليل. الأكلات الشعبية الجانبية اللي عندهم جريش موزون ما شاء الله، والكشري والمرقوق، هذا الكشري. هذا انك تجي تتغدى اكل شعبي تتسوق في العثيم مول هنا، او انك تجي تتسوق بعدين تتعشى عشاء شعبي. هذا مرقوق اللحم، طبعا فرعهم معروف في الدمام، وعندهم فرع في الكورنيش وفرع في الظهران مول، وهذا فرع العثيم مول. يوم الخميس افتتاحهم الرسمي هنا في العثيم مول، راح يكون فيه فرقة شعبية وفعاليات وجوائز مثل ايباد ورسم على الوجه. سلطة الجرجير ورمان، متوفر البليلة لعشاق البليلة. عندهم الدقوس هذا حار جدا اللي يحبون الحرارة في الأكل. أما عصيرات الطازجة فأنا دائما أطلب عوار قلب، أحب عوار قلب عندهم، وفي اللي يحب ليمون بالنعناع عصير برتقال. طبعا مو شرط دق بالخمس في مقلط الفريج، تبي تحلي تبي تقهوة، عندهم كيك زعفران، رد فلفت، كيك التمر، كيك الجزر، شاهي، قهوة، كيكة الزعفران على الصوص. نختمها مع الحلى فنجان القهوة.